بتختارهم ازاي مايسترو؟ بتعمل اوديشنز ولا بتعمل الطبيعي طبعا لاي اوركسترا لدخول اي اوركسترا لازم يبقى فيه اوديشنز، لكن بالنسبه مثلا لسلمى سرور انا جالي حفله مع اوركسترا سيمفوني وطلبوا مني ان انا اكون حفله فيها تشايكوفسكي كونشيرتو، وقالوا لي سوليست شابه صغيره ما تخافش يعني يعني مش هتقلق منها لانها هتقدر تعمل الكونشيرتو كويس. فانا لقيت فعلا سلمى جت وعملت وركت يعني قصه لذيذه جدا انها جت. انا افتكرتها واحده كبيره هي شكلها اكبر من سنها شويه، عندها 18 سنه. فانا لقيت بقى دخلت اصل وهي بتعزف شكلها يعني خبره سنين وانا بعزف يعني قط كتير جدا شايكوفسكي ده بره في اوروبا. فلقيت البنت مصريه وبتلعب، قلت ايه ده، خلصت بروفا طلعت ما اتكلمش خالص، قلت لها اوكي شكرا ورحت مكالمه زميلي قلت لهم يا جماعه مصر ولاده ولا ايه مين ديت انا ما اعرفهاش يعني كده. وبعدين في الاخر بقى ايه لقيتها يعني هي مستنياني بره وبتقول لي بقى بعد كده انا فضلت قاعده مستنيه نص ساعه قالت لي هو حضرتك كان رايك ايه النهارده في بروفا؟ قلت لها انت لجنتينا يا بنتي ايه ده يعني هايله هايله هايله. فانا طبعا انا عملت معايا الحفله واتسجلت الحفله بتليفون حد شخص فطلعت على اليوتيوب او طلعت على الفيسبوك، هشام كلمني في التليفون قال لي مين اللي كانت معاك في الحفله امبارح ديت؟ قلت له سلمى سرور دي طلعت عندها 17 سنه يعني صغيره جدا. قال لي لا انا لازم اكتب لها سولو في موكب الذهبي، لازم البنت ديت تتكرم والرئيس يسمعها ويشوف عندنا شباب قد ايه موهبه.